كنت ما تعرف انجليزي ولا كنت من العراق تتكلم انجليزي؟ لا انا من العراق كنت شلون بطقطق هيك شوي يعني هاو ار يو ما بعرف شو مثل اي حدا. حلو. اتكلم مع نفسي 24 ساعه بطلع برا بتسوي الانجليش. بالمناسبه انا ترى مو 100% يعني انا ترى بالنسبه يعني انا ممكن اكون 70% so let's speak in English so how we can do it yeah. السلام عليكم. هلو بيوتيفول بيبل, معكم محمد فلد. اللي ما يعرف انا امريكي, عشت معظم حياتي في السعوديه واتقنت اللهجه الحجازيه. That's why I speak English and Arabic. وزي ما شفتوا المقطع هذا حيكون عن كيف ممكن تتعلم اي لغه او اي لهجه وبدايه قصتي وانا كيف اتقنت اللغات اللي اتقنها. في بدايه حياتي على كلام الوالده جينا السعوديه وكنت انا لسه فريش انجليزي, بس كنت لسه صغير مره يعني اتوقع اشهر ممكن, لا مو اشهر, كيف اشهر اتكلم والله يا كان عمري ممكن سنة ونص, لسه حضانة فاهمين كيف, وقاعد أتكلم إنجليزي. بعد مخالطتي مع الأطفال وزي كذا بديت أتقن اللغة العربية. طبعا الطابع الأول كان أنه الوالد عندي في البيت بس يتكلم إنجليزي, زي ما شفتوا اللي ما شاف المقاطع مع الوالد يروح يشوفها. My dad speaks English, أبوي يتكلم إنجليزي. ف 24 ساعة أنا قاعد استمع اتنصت دائما انجليزي, ابوي يتكلم مع انجليزي, فبديهيا انا حاعرف اللغه الانجليزيه والاكسنت الامريكي الامريكان اكسنت اخذه من الوالد, والعربي اخذه من الوالده, اخذه من العيال الحاره يعني. حتى يعني صرت اعرف كلمات اهلي ما يعرفوها زي لغه الشارع على قولتهم, هذا ايش بدال ابلا هذا, فاهمين كيف. ف دائما احب اقول لكم انه المخالطه مع الناس شيء جدا كويس, لانه على حسب البحوثات اللي شفتها واحد من اهم الاشياء اللي تساعدك في اي لغه انك تتخاطب مع الناس في اللغه المراد تعلمها. حلوين. فمثلا انا عندي اصحاب من مصر, انا عندي اصحاب من موريتانيا, انا عندي اصحاب من تشاد, عندي اصحاب من العراق, فلسطين, سوريا, لبنان, كويت, فتلاقوني دائما في السناب او في الانستغرام وزي كذا دائما قاعد استبله او احاول اقل اللهجة المعينة, ازيك يلا عامل ايه, ايش بداي طالع, ايه ماكو هذا, فاهم كيف. هذا كله من المخالطة حقت الناس, مو منه انا ابغى اتعلم اللغات هذه. اللهم اكتسبتها ليش؟ لانه حاطط نفسي يعني بين الناس هذه. فواحد من النصائح اللي حاب اقول لكم هي انه كثير منكم اكثر سؤال يجيني, محمد كيف تعلمت الامريكان اكسنت؟ انا بتعلم الامريكان اكسنت, ما في شيء اسمه اتعلم اكسنت. الاكسنت يا يعني يكتسب يا تحاول تتعلم اللغه وبعدين تحاول تطور منها الاكسنت. يعني المشكله اللي دائما اشوفها انه يجوني ويسألوني طيب أقولها ورر ولا ووتر ولا ترر ولا واتر ولا وآه, ما تفرق والله العظيم ما تفرق. هدفك الأول إنك تتعلم أساسيات اللغة. أوكي محمد كيف ممكن أتعلم أساسيات اللغة؟ في طرق مرة قوية. أول طريقة وأفضل طريقة زي ما قلت إنك تخالط الشعب من الجنسية أو الناس اللي يعني قفلوا على اللغة, فهمتي؟ بتكلم فرنسي أمشي مع فرنسيين, أو مثلا مع شخص جزائري يتكلم فرنسي, أو مع شخص مغربي يتكلم جزائري, هم أهل اللغة, فهمين كيف؟ عندك الأفلام, عندك الاستماع زي أي شيء صوتي, عندك الكتب الصوتية, عندك تقدر تسافر, تقدر تبتعد, تقدر تروح معاهد, تقدر. لكن أنا صار عندي كمان عندي مشكلة ثانية دائما لازم أطلع لكم بمشاكل, إنه الناس صار يقول لك أنا لازم أسافر برا عشان أتعلم اللغة. اوكي السفر له ايجابيات جدا قويه لانك حتكون في بلد اللغه في كل مكان وحتغصب نفسك, لكن المشكله انه نسبه قليله من الناس اللي انا صراحه شفته اللي هم اصحابي والناس اللي اعرفهم راحوا واكتسبوا اللغه. ليه؟ لانه يكون رايح لهدف اللغه ويروح لهدف ثاني ويسحب على اللغه ويرجع بدون لغه, زي كثير مبتعثين يجي امريكا 5 سنين 6 سنين, يروح بريطانيا, يروح استراليا, يرجع تلاقيه والله برو اتس كريزي هير, بس هذا اللي يعرفه. ليش؟ ما كان هدف انه يتعلم اللغة. وانا اعرف ناس من المدينة المنورة, انا من سكان المدينة المنورة, مخالطته مع الناس في الحرم, الفلة طالع جاي مع طلاب جامعة إسلامية, مع ناس تتكلم انجليزي, اصحاب لي دائما كنت اتكلم معهم انجليزي. زمان كان عندنا جروب امريكان وكان يطلع معانا اصحابي السودانية واصحابي اليمنى,
وصاروا يتكلموا انجليزي زينا، مو باحترافيه، لكن اذا تشوفه تحس انه يا انه مبتعث يا انه له 6-7 سنين قاعد يتعلم هذه اللغه. اوكي، فمن ناحيه اللغه مو لازم تكلف على نفسك، اوكي، بالعكس، بس تبغى همه. يعني بعض الناس يقول لك لا انا صراحه من الناس اللي لازم ادفع في الشيء عشان اتعلم. اوكي، انت روح معهد، انت روح سافر، انت روح اشتري كتب صوتيه تساعدك. لكن في بعض الناس انا اعرفهم شخصيا الان، عرفتهم على فلان وعلان وما شاء الله ايش اللي صار. هذا اللي حلو في المدينه، في طلاب في الجامعه الاسلاميه امريكان وبريطانيين يبغوا يتعلمون اللغه العربيه الفصحى، صح؟ وعندي اصحاب ثانيين يبغوا يتكلموا انجليزي. محمد يبغى امريكي اكسنت، اوكي تعال انت يا فلان، تعال انت فلان، اطلعوا مع بعض. صاروا كذا. في واحد من الشباب اسمه عبد الله، عبد الله مبارك من السودان، هذا صاحبي كان اللهم صل على محمد يخالط اصحاب لنا يعني بريطانيين وامريكان وزي كذا. سبحان الله تلقائيا الرجال بدا يتكلم انجليزي. ايش بذا؟ فجاه صار يتكلم معاي بكلمات اقول اوه ما شاء الله تعرف الكلمه هذه. صار ايش الاستيعاب عنده عالي. ليه؟ لانه هذا الوسط حقه، صار الوسط حقه بين امريكان وبريطانيين. وكثر منكم حيقول لي محمد طب انا ممكن ما الاقي امريكان وبريطانيين. تكي مع خويك ولا ولد عمك ولا اختك اللي تتكلم انجليزي. المشكله انتوا اللي تتكلموا انجليزي، لا تهايطوا على اصحابكم والاخوانكم اللي ما يعرفوا انجليزي. اوكي، كثير دائما يقول لك يا عمي شوف شوف هذا الاهبل ما يعرف انجليزي، محمد بالله بالله شوف الاهبل هذا. فانا اخذها بمزح وزي كذا، لكن انا فاهم اكثركم يبغى يتعلم لكن خايف، او يلاقي مثلا انه المجتمع ما قاعد يساعده، اوه مسوي لي فيها انجلش. بالعكس، انا مع انك تسوي نفسك اهبل وتتعلم اللغه عادي. لا اخاف اكلج، اخاف مدري ايش. تخاف تكلج يو حبيبي؟ انت ما شفتني في ماليزيا ترمي كاسه سما وألاكات برجر تشيكن برجر تكليج. جلست في ماليزيا تقريبا السنة بديت أتعلم اللغة، حتى أصحابي الماليزيين صاروا يقولوا لي واو أنت ريما سما مالي، صرت أتكلم معهم ماليزي غصبا عني. ليه؟ لأنه خلطت هذا الشعب، فاهم كيف؟ وفي نفس الوقت سافرت دول ثانية ما فهمت شيء، عقلي مقفل لما أروح ألمانيا. والله يا لغتهم يا صعبة هذه، لو من جد ما تروح تمسك واحد وتقول له علمني 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 ما حتتعلم. فأنت في البداية لازم تكون واحد من شخصين، يا شخص ما يعرف اللغة ولا شيء ولازم يتعلم الأساسيات من البداية، ماء طعام ملعقة، هذا أوكي أقول لك أنت أتفرج مقاطع يوتيوب. وإيش مقاطع اليوتيوب؟ أتفرج أفلام الكرتون حقة الأطفال هذه، صدقني أنت بدون ما تدري توم جيري بإنجليزي، سابق ولاحق بالإنجليزي، أي شيء بإنجليزي. أنت حتى أخذ الكلمات حقة الوزورة، أول ما يصير عندك الأساس وقتها خلط الناس وكلج. والنوع الثاني اللي عنده ما أسميه محترف، أسميه يعني يعرف تسبا وان كافي لاتيه وان دبل تشيز برجر وان هذا إيش يعني، يقدر يحفظ كلمات. هذا ممكن يخالط الناس، ممكن يروح معهد، ممكن يسافر برا. أوكي، فأنت اعرف أنت أي شخص وبعدين قرر كيف أنا بتعلم اللغة. وأول وآخر نصيحة لي لكم بعد، أنه لا تحبط نفسك إذا ما خلصت اللغة في سنة. الناس تحس بأنه الهرجة في يوم وليلة، ترى الهرجة بروسس، وإذا أخذ أحمد 5 سنين أخذت سارة 6 شهور عادي. كل واحد استيعابه إيش مختلف. فأنا عن نفسي أحياناً أتكلم بلكنة حجازية، أحياناً أتكلم نجدي، أحياناً ألخبط، أحياناً أتكلم إنجليزي، أحياناً يعني كثير من الناس يجي يقول لي مثلاً محمد الأكسنت الأمريكي، man today was an awesome day I would really like to go to the park. وفي نفس الوقت الأكسنت البريطاني صاي would you give me a glass of water yeah mate you know. فعادي هذه الأشياء أنا ما اكتسبتها في يوم وليلة، أنا ولدت مع أهل أمريكان فاكتسبتها، وفي نفس الوقت عشت في محيط عربي فغصبا عني تعلمت. لا تقارن نفسك في أحد. أنا لما أشوف شخص يتكلم عربي يتكلم فرنسي أقول والله يا شي ما شاء الله، أنا كل اللي أعرفه كواسون كومافلي كومتليفو مدري إيش، بسيط مرة أهبل، فاهمين كيف؟ فحفزوا نفسكم إذا تبغى تتعلم اللغة. والله أنت بس حط إنك تتعلم اللغة تلاقي الزمن مر وتعلمت اللغة. اوكي، ودائما اي اشياء تحت في التعليقات اكتبوها، ارد عليكم دائما. لا تنسوا السبسكرايب يا جماعه. We're putting this out, we're putting out this content, right? Let's go get it. Red pill baby. كيف اخبار يا جماعه؟ قابلت الشخص هذا الحبوب، ايش اسمك؟ محمود. ايه انا ماشي قاعد يقول لي محمد صح؟ قلت له ايه. فاكون محمود من العراق،
واليوم الفيديو عن اللغة، فتكلم معي بالإنجليزي فانصدمت. فما شاء الله كم صار لك في أمريكا؟ والله حبيبي أنا صار لي 6 سنوات هون في أمريكا ما شاء الله، ويعني الحمد لله. يعني قبلها كنت ما تعرف إنجليزي ولا كنت من العراق تتكلم إنجليزي؟ لا أنا من العراق، كنت شون بطقطق هيك شوي يعني how are you ما بعرف شو مثل أي حدا. حلو. أول ما جيت هون هنا أنت تعرف الـ أي شخص أول ما بيجي ما في عنده أوراق، ما في عنده social security، ما في عنده أي شيء. صح. يعني ممكن أنت just stay home، أبقى في البيت قاعد لمدة 3 أشهر لحد ما تخلص كل أوراقك. حلو. أنا في هاي المدة أخذت كتب لتعليم اللغة الإنجليزية. حلو. قعدت، لأنه قالوا لي يعني أنت ما بدك تشتغل هون إذا ما بدك شوي بتتكلم إنجليزي. يعني كله كان اجتهاد شخصي. أي والله. يعني مو أنت فجأة تعلمت اللغة لأنك كنت بس في أمريكا. أي لا، حتى هم هون في عندهم بيعرضوا، في عندهم دورات إنجليزي ما بعرف شو هذا كل تكلام، يعني بتروح في حاجات جدا بسيطة ما يعلموك الشيء اللي هو. بس أنا شو اللي عملته؟ كنت قاعد 3 أشهر في الشقة تبعي، لا شغل ولا عمل ولا مشغلة، أكل شرب نوم فقط. بس فقط. فأنا استغليتها، وبعد أسبوعين قلت أوكي أنا بدي، يعني أنا لازم أبدأ بدي أعمل شيء هون. صح. أنا ما بدي أفضل هيك يعني. صح. أنا ما بعرف أتكلم إنجليزي فلازم أتعلم. فجبت grammars تبع الإنجليش، يعني كتب يعني والله يعني قواعد جدا جدا كانت مفيدة. قعدت أقرأ بيها والله كتاب من 300 صفحة تقريبا. ما شاء والله الله ثلاثة أرباع تقريبا أنا كملته. حفظت المعاني اللي فيه، حفظت الجرامرز اللي فيه، وأتكلم مع نفسي 24 ساعة، بطلع برا بتسوق. طب ليش يعني أنت مو في أمريكا المفروض خلاص اللغة بوف، يعني أنت المفروض متخارط مع الناس بعد ما الناس تفكر أنه خلاص أنت وصلت بلد لغة الأم من إنجليزي، فليش اجتهدت من نفسك عشان تتعلم؟ مو أنا كان لازم أجتهد، لأنه أولاً أنت إذا بدك تطلع تريد تشتري شيء، شو كيف حتشتري؟ كيف حتعامل معه؟ يعني أنا بن عنك لازم. أنا بشوف هسه يعني في كثير من حبايبنا وأصحابنا اللي هون يعني بيعانوا من هذا الشيء، يعني ما بيتكلموا إنجليزي. يعني بعض الناس حتى في شيء ما يعرفوا إنه في ناس لهم أكثر من 20 سنة لسه إنجليزي. صح. ما يعرف. صحيح. وكثيرهم صراحة من العراق يعني. أنا بعرف ناس كثير، في واحد هسه مثلا في عندي واحد في الشغل بيشتغل معي صار له تقريبا هنا 10 سنوات بس الإنجليش تبعه يعني الإنجليش بالمناسبة أنا ترى مو 100% يعني. صح. أنا ترى بالنسبة يعني أنا ممكن أكون 70% so let's speak in English so how yeah, we can do it yeah. I just like a 70% I just speak English but me I just keep developing myself till I see okay it's enough yeah no I more okay, writing well, no well. More reading no more nothing yeah well I appreciate it man والله فرصة سعيدة صراحة حبيبي. الله يخليك ما تقصر يلا ونكسب صديق كمان حبيبي شرفنا فيك حبيبي أهلا وسهلا شرف أهلا فيك الله يخليك أهلا بيك السلام عليكم مع السلامة والله سبحان الله يا اخي انا كذا جيت الحقيقه حديقه ما شاء الله تبارك الله بوريكم هي شوفوا كيف ما شاء الله الجسر الجو مره طرب الرجال هناك يعني قال لي محمد يا اخي اخبارك ما ادري وقاعد يصور قلت هذا ايش قاعد يسوي فاهم كيف فقلت مقطع اليوم كان عن اللغه ليش ما اضيفه في نهايه المقطع عشان يكون عندكم كونتنت افضل وتعرفوا حال العرب اللي بيتعلموا انجليزي هنا في امريكا فسبحان الله إضافة جيدة إن شاء الله عجبتكم السلام عليكم brother it's your boy Flair brother